Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati Gubernur Jawa Timur beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur. Pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Wisudawati, serta hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, acara wisuda Hafidzah Karimah Pondok Pesantren Hamalatul Quran Putri Rabu 15 Maret 2023 resmi dibuka dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Amin. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita simak bersama bacaan Khotmil Quran, dilanjutkan dengan pembacaan doa Khotmil Quran oleh Kiai Haji Syakir Ridwan. Kepada nama-nama yang kami panggil, dimohon menepati tempat. Satu, Kamelia Mumtazah Albab binti M. Bahrudin Kurniawan, Jombang. Dua, Haja Selma Ratu Dewi Tanara binti Kiai Haji Ahmad Syauki, Serang. Tiga, Rida Ustazah binti M. Makbul, Sidoarjo. Empat, Zahira Wulan Purnamasari binti Ismail, Mojokerto. Lima, Dita Zanuba Arifah Hafsah binti M. Ali Muhsin, Probolinggo. Enam, Ayu Ainatur Rahmawati binti Abdul Hanan, Kediri. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa Allah wa Allahu akbar wa lillahi alhamd. صراط الذين أنعمت عليهم
للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وأسلم كرام وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح محمد عدنان عليه وإلى أرواح وأزواجه وذريته مشايخهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرمة ختم القرآن وشرفنا بشرفة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعة وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير. اللهم بلغ وتقبل وأوصل ثواب ما قرأنا ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين من أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا ودقالنا صلى روح هذا الشكيك محمد هاشم أشعري وصوله وذريته وإلى ركي أدنان علي وإلى ركي اسم أشعر وصولهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أنزل الرحمة المغفرة عليهم وعلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين